الولد كان لا يتعدى عمره 4 سنوات، بعد ما كنا نقوم بعمل التنقيب عن الجثث والأحياء المتواجدين في الزلزال، ظهر أن هنالك طفل في مغارة صعبة جدا لم يستطع أي أحد دخول، لأن المغارة كانت ضيقة جدا. لما لحقت لقيت البيت الطفل يبكي، مقدرتش في نفس الوقت، تصرفت بسرعة، دخلت بالعقل هكا يا غير براسي، قلت لهم لازم نحش واحد الحطبة هكا باش ندخل. نحيت الحطبة هذيك ودخلت. بعد ما دخلت الحطبة هذيك نحيتها، دخلت لعنده، بديت ندخل لعنده، لحقت لقيت يمه ميتة. كي لقيت يمه ميتة وطفي اللي يبكي، عطيت له سيروم، عطى لي الطبيب تاعنا في الخارج سيروم، عطيت له سيروم بدا يشرب فيه بلهفة، عرفت بلي هو عطشان. سيت نجبدو لقيته حاصل طايحه دالا وريسك، وكاين بيبيوتيك طايحه عليه، هي اللي حاكمته مكوانسي. قلت لهم اعطوا لي لامال، قالوا لي اذا تستعمل مرتو بيكور. قلت لهم لا لا، وكان نستعمل مرتو بيكور نقدر نروح انا تاني نموت. قلت لهم نتفاداو، واذا قدر ربي حاجه اللي مرحبا، اللي جات مرحبا عند ربي مرحبا بها. قمت بعمليه القطع بالعقل كنت نساعد فيه، ولكن الحاجه اللي اثرت فيا انه سبحان الله انه طفل كان متكي على صدر يماه، ولكن كي لحقت لعندو حسيت انه بني، ما كان يشد فيا، وكنت كي نسيي نجبدو نوجعو شويه يشدني في وجهي هكايا، ومن بعد كي نطلقو يطلق، ومن بعد يسكت، ومن بعد نعاود نحاول معاه يعاود يدير كيف نفس اللقطه. قلت له والله ماني خارج، باذن الله ماني خارج، نخرجوا في زوج احياء ولا موتى في زوج منا. هذاك هو الفيديو اللي تنقول له يا بابا لا تخاف، انا معك، ما تخاف بابا انا معك، راح نكون معك وراح نساعدك راح نخرجك ما تخاف. كنت نكرر له فيها باش يحس بالامان، يحس بالابوه، باسكو ما بقى له حتى حد ما دام راحت الام، اللي الام لا تكلف بثمن، لا تعوض بثمن. الحمد لله يا رب العالمين اللي قدرنا ربي باش خرجنا هذا الولد هذاك. الحاجه اللي اثرت فيك بزاف وكنت تنادي كانما صح انت، كان يبكي وكان متكي على يماه ميته، لو كان يماه كانت حيه وتعنقه وكانت تعطيه الحنان. ما كان فيها حتى حد، كان في عمره 3 سنوات، البرد كانت ريسك تاع دالاس خطيره بزاف، كانت في اي لحظه قد تطيح علينا دير انهيار. كان موقف صعب جدا، ما وكان يعاود يولي، ما تمناش يعاود يولي الموقف هذاك. لما سلكت الطفل والله حسيت روحي انه هذاك وين عاودت ولتني يما من جديد، هذاك وين عاودت زدت للدنيا هذه، حسيت بهذه الفرحه ما تيماجينيش. كنت نبكي من دموع الفرحه، ماشي زعما ماشي، شفت مخاطر، شفت امور صعب، ما بكاونيش، انقذت ناس ما بكاونيش، انقذت زوج نساء تما، واحده في عمرها 20 سنه، واحده في عمرها 23 سنه، احياء، اخر ضحيه حيه خرجوها الجزائريين، هي كانت على يدي في عمرها 23 سنه، معايا حسن حمزه، العون حسن حمزه كان معي، جوها 12 تاع الليل، الحمد لله. ما كاين مواقف، كاين ناس خرجناهم، ولكن طفل صغير هذا ياك شغل كان تاثيره صعب جدا، كانت المغاره هذيك صعبه جدا. حتى هو شفناك خرجت طفل ومازال ماكش باغي تطلق طفل، كانما علاش؟ والله ما كنت حاب نطلقه، كنت حاب نديه معايا، كنت ما اشبعتش منه، كنا نعطي له ربي واحد الزين، واحد النور في وجهه ما تقدرش تيماجيني. وبعد ما شفت يماه كانت مدي كومبوزيا، سمعها بيقول عندها مده بالك 3 ايام او اكثر من اللي ماتت. صعبه جدا الموقف هذاك، صعيب بزاف. كان يبكي بحرقه وين ما عنده حتى احد. فالتم كنت نادي له بابا لا تخاف، كي كنت نادي له بابا لا تخاف كان كي نقول له بابا كان يدور ليا ويبدا يبتسم، شغل يسكت تروح له هذيك البكيه، هذيك الحاجه اللي اثرت عليا. وكنت كي نسيي نسحب شويه كان يشدني في وجهي هكا ويقول لي شغل يبكي هكا ويزير عليا، انا غير نتلقوا برك هو يعاود يولي يضحك. كملت نقول له بابا يا عمري ما تبكيش، والحمد لله يا ربي الحمد لله. شفناك اليوم نزلت من الطائره وشرفت الجزائريين وشرفت كل الجزائر، وما زلت تحمل علم الجزائر، وشفناك بلد المليون ونصف المليون شهيد، شكون اللي ما يحبوش؟ الله يحمي بلدنا، والله يحمي رئيسنا، والله يحمي جميع اطاراتنا وجميع شعبنا وجميع كبير وصغير جزائري. افتخروا لانكم جزائريين، افتخروا، هذا واش نقول، افتخروا لانكم جزائريون، والله راه عندكم مزايا لا يوجد في العالم كله. أتراك لما شافوا الجزائري، خصال الجزائري، المنقذ مثلا فارس من احد المنقذين، الحمايه المدنيه كامله، الفرق تاعنا كنتوا بقلب
حار نكون مقيدين. كنا قلبا وقالبا، كنا قلبا وقالبا، كنا والله ما نرقدوا، كنا ما نستراحوش، كنا نجبدوا ليلا نهارا. كانت شويه عندنا ضغوطات، كان عندهم لي ماشين يخدموا بزاف، كانوا يخدموا يهدروا لا لونغ. نشكر 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 ونوجه النداء الى جميع السوريين الذين كانوا يخدموا ترجمان معنا، كانوا يعاونونا، كانوا يعطونا، كانوا يساعدونا بزاف، هي اللي خلاتنا باش نتحصل المرتبه الاولى، باش من نكروش الخير تاع السوريين. اخواننا السوريين كانوا والله ما بيناموا ما بيناموا، بياكلوا معنا، بيخيموا معنا، يتحركوا معنا، حتى اني وليت اهدر سوري، وليت نتكلم سوري، اللي عاشرتهم. وين نروح يعيطوا لي فارس؟ وين في اكل؟ فارس تعال، في اكل، في بدنا ناخذ معك صوره، بدنا كذا، والحمد لله يا رب العالمين. كلمه بالمناسبه، الشعب الجزائري كله يحييك الان. والله غير نشكركم جميع أمهات والآباء الجزائريين من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، جميع القطر الوطني، نشكر جميع اللي دعنا بدعوة واللي ساهم في كومنتير صغيرة، هكذا نشكرهم، نعطيهم الخير، والحمد لله اللي ولينا لترابنا ولبلادنا، الحمد لله يا ربي. بالك خرجتوا رحتوا لترونجي، بالك رحتوا كاع لوموند، بالك والله غير افتخروا افتخروا لأن عندكم بلد مثل الجزائر. صدقوني وعندكم شعب مثل الجزائر، معروفين بحرارتنا، معروفين برجلتنا، بشهامتنا، معروفين وين نروح وعلامنا طالع. ونزيد نقول لكم حاجه قبل ما تخطوا اي خطوه عندكم، ديروا في بالكم بلي عندكم اجدادكم وابائكم ماتوا على التراب هذا اللي خلاو فيكم الشهامه والرجوله هذه. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا رب العالمين، والله نفضل الجزائر العالم كله، والله العلي العظيم يا الجزائر غير فوق راس الجميع. ابى من ابى وشاء من شاء وكره من كره.